نمشى واسلمان. لا بعد اذنكم بقى كده مع المونولوجيست ابو دم زي العسل يا اخواتي. مش ممكن مش ممكن. المونولوجيست اللي اشتهر بغزارة شعر صدره شو اسلمان. بيعوا 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 جبت المحمول وخرب لي بيتي يا ناس ويخلص عالماهية. جبت المحمول وبياخد كل شهر كروت من أمومية ويجيبوا لي أرموتي. المحمول ويخرب بيتك يا مرحي بتاعي الكلمة. انت السبب في موضوع المحمول يا بنات ابن عمال وبياخد كل شهر كروت من أمومية. انا بعت غيتي يا ولا وكمان طاقتي يا أرموتي. معلش غيتي يا ولا وكمان طاقتي يا قطة. من بعد اللحمة رح أكل فول عب. بيعوا بيعوا أنا المحمول بجاي لما يفوز أصلحوني. بيعوا أنا الشيشة وأخلص منه. بيعوا يا قطة. لا 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 هيشغي وهكلم فيه انا قلت هيشغي بس اتعب يا حلاوه. وفضلت احايل جنبه بس يرن ما ردش فيا. حطيت النمره على امه وكتبت عليها دي مهمه. حطيت العمه على النمره وكتبت عليها دي مهمه. خدنا البوليس على القسمه ونزلوا ضرب فيا. كل محمود وقرب لبيت يا ناس وخلص على الماهيه. وبياخد كل شهر كروت من أمومية يا راجل. أنا بعت غيتي يا حلاوة. معلش طاقتي بكام؟ أنا بعت غيتي يا ولا وكمان طاقتي يا سيدي. من بعد اللحمة رح آكل فوق العب. معلش يابا احنا بنتكلم وشكلكوا كده من عيلة الجبل. أول مرة واحد يجي يعني فوق العب. واحد بلدياتنا اشترى محمول واقف في الشارع ماسك التليفون عمال يقول يا مدام حرام عليك مراتي بتولد دوري يمكن تلاقي دوري يمكن تلاقي. فواحد معدي مسك التليفون منه لقى واحدة بتقول هذا الرقم غير موجود بالخدمة. واحد بلدياتنا راح لواحد بقال كل يوم يروح يقول له سلام عليك وحد اتصل بيا النهارده. قال له يا بلدياتنا ريح دماغك واشتري لك تليفون محمول. بلدياتنا راح اشترى التليفون وراح له تاني يوم قال له سلام عليك وخد عين التليفون ده عندك لو حد اتصل بيا بأندح علي. واحد بلدياتنا اول مرة ينزل مصر ابوه قال له خد بالك يا محمدين يا ولدي من الاوتوبيسات اللي في مصر هيكون فيها ناس يضحكوا عليك ياخدوا فلوسك. قال له ما تخافش يا ابوي. بلدياتنا نزل مصر ركب اوتوبيس الاوتوبيس ماشي على كوبري 6 اكتوبر راح واقع في الميه. بلدياتنا راح طالع من الاوتوبيس وراح خالع الهدوم وضرب غطس جوه في الميه منزل تحت الاوتوبيس يطلع واحد ويرميه بره الشط. يضرب غطس يطلع واحد ويرميه بره الشط طلع 20 واحد. فواحد بيقول له يا ده انت عملت عمل بطولي. قال له بطولي ايه ده انا بدور على الكمسار عشان اخد بقيه ال 10 جنيه. واحد بلدياتنا سافر امريكا واتصل باخوه من امريكا. الو قال له ايوه يا محمدين. قال له انا عايز احول الدولارات ديت بكام الدولار يا حسنين. قال له الدولار باربعة جنيه. قال له يا اربعة جنيه كتير قوي والاسعار غليت. قال له ايوه. قال له بكام البطيخ. قال له بتمانية جنيه. قال له خلاص حول لي الدولارات ديت بطيخ. واحد بلدياتنا اشتغل سواق موت 100 واحد بالعربيه. دخل المحكمه القاضي بيقول له انت موتت 100 واحد بالعربيه انا هحكم عليك بالاعدام. قال له انا بريء سعاده البيع انا كنت ماشي بالعربيه على سرعه 100 120 كيلو بدوس فرامل يا باشا ما لقيتش فرامل. ببص على الشمال لقيت اتنين واقفين. ببص على اليمين لقيت فرح. اخش في مين يا باشا؟ قال له خش في الاثنين. قال له عملت بكلامك يا باشا دخلت في الاثنين. واحد مات والتاني جرى على الفرح اسيبه يا باشا دخلت وراه. واحد بلدياتنا بيتفرج على التلفزيون لقى الطيارة راح توقع في المية. قال لك كان اللي هنجيب الصندوق الاسود وسعي كده وليه. وراح فاكك انبوبة البوتاجاز حطها على ظهره وراح ضارب غطس في المية. قعد يوم اتنين تلاتة عشر ايام ما طلعش. مرات والد يستاهل عشان ما خدش معاه المنظم. الفنانة مادونا والفنانة جوار والفنانة لطيفة استضافوهم في برنامج قالوا لهم لو انتوا راكبين طيارة وقعت في المايه تعملوا ايه عشان تطلعوا؟
الفنانة مادونا قالت احنا شعب امريكي معانا فلوس كتير، البس دهب الغواص ينزل يشوف الدهب يزغلل في عينيه يطلعنا انا اول واحدة. قالوا لها فكرة حلوة، وانت يا لطيفة؟ لطيفة قالت احنا شعب من تونس شكله حلو، البس البادي مع الاستريتش واسيب شعر الغواص ينزل يشوف شكل حلو يطلعنا انا. قالوا لها فكرة حلوة. وانت يا جواهر؟ جواهر قالت انا من غير ما البس دهب ولا البس استريتش هطلع انا اول واحدة. قالوا لها ليه؟ قالت لهم عشان اول حاجة بيدور على الغواص الصندوق الاسود. واحدة ست بتقول لجوزها قريب قوي 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 يا حبيبي انا وانت هنبقى تلاتة. قال لها انا وانت هنبقى تلاتة؟ انت رحت للدكتور وقال لك كده؟ قالت له دكتور ايه؟ ده ماما اتصلت وقالت لها تيجي تقعد معانا سنتين. واحدة ست وحشة قوي 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 بتقول لجوزها يا ريتني كنت عصفورة. قال لها يا ريتني انا كنت بندقية. واحدة ست وحشة قوي بتقول لجوزها يا اخويا انا عندي لك مفاجأة. قال لها فيها وليا؟ قالت له بكرة عيد جوازنا عايزين نحتفل بيه. قال لها خلاص بكرة الصبح هنلم الجيران ونقف ساعتين حداد. واحدة ست راحت لواحد محامي قالت له الحقني، جوزي ما بيأكلنيش ما بيشربنيش انا عايز اخلع جوزي. قال لها خلاص يا حاجة القضية دي بتتكلف 500 جنيه. قالت له يا اخويا معيش الا 100 جنيه، خد 100 جنيه ولخلخهولي. واحد دخل مستشفى المجانين لقى واحد عمال يضرب دماغه في الحيطة يضرب دماغه في الحيطة. قال للدكتور ده حالته يا دكتور؟ قال له ده مسكين كان بيحب واحدة وما اتجوزهاش. دخل العنبر اللي جنبه لقى واحد ماسك الجزمة وبيضرب نفسه بيها بيضرب نفسه بالجزمة، فبيقول للدكتور ده حالته يا دكتور؟ قال له ده اللي اتجوزها. واحدة ست وحشة قوي كل يوم تقوم من النوم تلاقي مية على وشها، كل يوم تقوم من النوم تلاقي مية على وشها. قالت لجارتها اسكتي يا اختي بقوم من النوم الاقي مية على وشي. قالت لها خلاص وانت نايمة جنب جوزك خدي بالك من اللي بيحصل. الولية راحت نايمة جوزها قاعد جنبها بيتفرج على الدش، كل لما يشوف واحدة حلوة في الدش يبص لمراته يقول يخرب بيت ابو دي جوازة. حضرات السادة، من غير كدب ولا فشخرة، مش ناقصة كمان أرنانة ولا كل ديك يعرف يكيك ولا كل قط يتقاله يا مشمش. حضرات السادة قالوا في الأمثال لكل من ركب حصان خيال ولا كل من قال يا ليل يعرف يقول موال. نعيش مع نجم نجوم الأغنية الشعبية الأخبار مكسرة الدنيا، حديث وكالات الأنباء الحائز على جايزة المكوى الذهبية. معنا ومعكم نعيش مع سلطان البخ رمضان ابن روحية. اتفضل يا استاذ. ايوه جاي، حاضر حاضر، اخلص السيجاره اللي في ايدي وجاي. حاضر، ما انا مبطلش السجاير، انا كنت بثبتكم بس بالشريط الاولاني كده. عناية، حاضر حاضر. صباح الخير يا ام عبير، ريحه كفاحك يا امي. ايوه يا ام ياسمين، ايه ده اول ايه الريحه الجميله دي؟ ايوه حاضر، هقول كل حاجه هقول كل حاجة. هبطل السجاير. عناية، حاضر عناية، حاضر. ايه تاني؟ بكرة اسرائيل. عناية، هبطل السجاير وبطل اكل وبطل اشرب. بكرة امي يابا. عناية، حاضر. وبكرة اسرائيل وبكرة نفسي وبكرة الدنيا كلها. واحدة واحدة يابا. حاضر يابا، حاضر يابا. صباح الفل يا ابو كريم، ابنك عامل ايه؟ بطل بانجو ولا لسه؟ الله يعينك يابا. الواد واخد 15 استمرار يابا. الله يعينه ويعيننا يا ابني، الله يعينه ويعيننا. ما حدش والنبي يا شباب، ما حدش معاه نص ازازة دواء كحة، صدر ملبش يا جدعان. ايوه حاضر، هقول كل حاجة، هغني اللي انتوا عايزينه كله. حاضر حاضر. عندك الناس يابا. عناية، حاضر. يادي حسام. ايوه يابا. يادي حسام، انا مخنوق ياض ومش عارف، انا مزاجي وحش قوي. في بس مين اللي مزعلك؟ انا عايز اللي في الحفلة دول كلهم يجوا غسيل ومكوى عندي قبل ما اغني. هجيبهم غسيل ومكوى. ماشي يا حسام. حاضر ماشي. اه يا حسام، عشان انا مزاجي مش حلو النهارده. بقول لك ايه يابا؟ نعم يا حسام. في واحد من الجمهور عايز يتصور معاك. فين ده يا ابني؟ اه يابا. اول نبي يا استاذ. ايه يا نبي؟ اتصور معاك صورة. صورة كده حطها في الصالون. معاك حد ولا هتصور لوحدك؟ لا انا هتصور معاك. لوحدك صورة واحدة ولا اتنين؟ صورة واحدة كفاية. انت اربع برايز. كتير. لا هم اربع برايز يابا، يا الصورة عندي باربع برايز. شوية انت بقى كده يابا. يا حسام. ايوه يابا. ايه يا حسام؟ انا كل يوم وانا نايم بتقلب، وانا نايم في محطة مصر. والله ما انا. وانا عشان ربنا كرمني والله ما انا يابا. امال في ايه؟ طب يا حسام. انا شايفها يابا. يا حسام ما ينفعش الكلام ده يا حسام، انا ما تقلبش انا كل يوم وانا نايم كده يا حسام. الله 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 الله. بقول لك يا حسام. ايوه يابا. عايز الفرقة تسلطني يا حسام. حاضر يابا. انده لي الطبال. او الطبالات يابا.
ايه يا عم انت قميصك بكرمش ليه؟ ايه يا استاذ ما انا لسه طويل النهارده الصبح. لسه التكوين كل ساعتين يابا، ما المحل عندي ما انا فاتح طول النهار. في ايه يا عم؟ هي دي اللي دايما، هي دي اللي دايما يا عمي. الواد بتاع الترومبيت جه ولا ما جاش؟ ما جاش يابا. ليه؟ شغال فين هو؟ شغال يابا في الزفه يابا. طب خلي الزفه بتنفعه بقى، وعيات امه ما هيدقها معايا تاني. اسمع اليمان بيقع بقى، وقع لي اليمان. اسمع نواحي الغزاله على الكمانجه، اسمع صوت الرعد بقى وصوت التماسيح بتاكل في العفا. بقول لك يا حسام، أيوة انا خلاص قفلت معايا وماليش مزاج اغني. انا بقول لك بس يا حسام استناني، انا بنزل كل اسبوع شريط بفضفض فيه، معاد كل اسبوع الجاي في الشريط الجديد برفص فيه. غني يا حسام وريني. انا بغني، انا غني يا عم، غني برضه نفس اغانيك. اقول فيها ايه برضه؟ نفس اللف السكه دي يا بابا. خش على المايك بقى وغني. ايه حلو كده يابا؟ طيب يا كده كويس يابا. شعوذ بقى، ما بيسقفوش معايا يا عم. انا عايز الجمهور كله يتنطط، الكراسي هتتنطط. اه انا هغني زيك كده يابا برضو، انا هغني برضو كده. انا احب الخلف برضو، قولوا معايا كله. ايه يا ابني؟ ايه هي اللي فيها المام كله؟ ايه اقول ايه؟ ايه هي اللي فيها المام؟ الله، ايه المزيكا خلصت ليه يا حسام؟ اسمع يا ابن التووة، شادوا براك وحطوا شروط بين يوم براك وهو عيان في المستشفى. عايزين نروح نزوره في تل ابيب في مستشفى الحبيات، مش كده ولا ايه يا استاذ حسن يا بروني؟ في ايه يا ابني يا حبيبي؟ عايزين نروح وتزوره وتقول له الف مبروك، الف الف مبروك، وعقبال ما يشيله اخوك شارون ويشرف جنبك في العنبر اللي جنبك على السرير برضو. مش كده ولا يا يوسف يا وابي؟ ايه سخرية القدر، ايه ده من غاضبة السماء؟ انا من رأيي ان انتم كلكم تروحوا تزوروا يهود براك في المستشفى، وانا اروح علشان اشوف البنات الممرضات، وعلى الاقل في اليوم دوت ترتاح من بهية مراتي بنت سلطح ملطح. يا ابن التووة حرام عليكم، عايزين نروح نزوره في المستشفى يا حسن يا عبدين. يا ابني، يا ابني حرام عليك، يا ابني حط قبل الضغط، يا ابني يا خد بني يا ابني. عبد الله يا راجل، مش عارف برك، برك يا راجل، مش عارفه برك يا راجل. الاول ما حد يروح عيان يا راجل بقى، يعني مش عارفه، مش كده ولا يا يوسف يا داود؟ انتوا عايزين تروحوا تزوروا في اسرائيل؟ انا بعمري ما اروح ازوره، بس انتوا لازم تروحوا تزوروه علشان تنشوا الدبان من على وشه. ايش ايش كنت ولا ايش كنت ولا نكد عليك ولا امرك؟ دباني اللي راح ننشه من الوشه، وانت يقول يا ارموتي نكد عليك ولا امرك؟ ايه الهمار اللي انت جايبه دي يا رموتي؟ معلش يابا، الحمار مهم جدا علشان لو عوزنا نقل الدم اللي براك ناخد من الحمار بينها تولع، وانتو شكلكوا كده من عيلة الجبري. بس اهم حاجة يعني في الكلمة ان الحمار نديله منوم علشان لو عرف ان الدم ده البراك ممكن يقمص يعني ويحرم. معلش في الكلمة، هم الكلمتين منهمش التانت. طب اسكت يا ابدا التووة ارجوك، احنا عايزين نروح نزور الراجل برب في المستشفى، مش كده ولا ايه يا عادل يا ادهم؟ مفيش شك ان ياود براك ده ممثل بارع في الانتخابات، ويقدر يلعب ادوار البطوله في منتهى البراعه، لكن حلقولك في الانتخابات دقن ولا شعر يا روح امك. واحد بلدياتنا تصور جنب ابو الهول قبل ابو الهول جرب، واحد بلدياتنا مراته اغمى عليها شممها رجله، واحد بلدياتنا نام متاخر لها الحلم ابتدى، واحد بلدياتنا جاله جفاف دوبوله شكاره اسمنت،
واحد بلدياتنا بيلعب استغماية بقاله 9 سنين بيدوروا عليه. واحد بلدياتنا ما تخبى على اهله. واحد بلدياتنا اشترى كيلو عنب بناتي قاعد يبوس فيه. واحد بلدياتنا اتزنق في ربع جنيه عدم الخرم. واحد بلدياتنا ركب دماغه داس عيل صغير. واحد بلدياتنا نزل الترعة موت البلاريسيا. واحد بلدياتنا ركب الاسانسير دخل في شجرة. واحد اقرع كتب على راسه تسقط اسرائيل. واحد متضايق قوي قوي ماشي في الشارع وقع في فحر قال احسن. واحد متضايق قوي 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 راح يفصل قماشة قميص عند واحد ترزي دخل عليه قال له خد امسك ام القماشة ديت فصلها لي ام قميص وبلاش ام الاساور بتاعتك اللي بتخنقني بلاش ام الزراير واقول لك على ميعاد القماشه اخدها في يومها ولا اقول لك انت هتزقني وريني ام القماشه دي مش هفصلها عند امك. واحد بخيل قوي 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 اتجوز قضى شهر العسل لوحده. واحد بخيل قوي ماشي على كوبري 6 اكتوبر وقع في الميه عمال يغرق فواحد بيقول له هات 10 جنيه وانا اطلعك قال له بريزه بريزه. واحد بخيل قوي قوي يوم فرحه عزم نفسه بس. واحد كسلان راح عند واحد حلاق قاعد على الكرسي الحلاق قال له دقن ولا شعر قال له اي حاجه قال له بقول لك دقن ولا شعر قال له اي حاجه قال له بقول لك دقن ولا شعر قال له دقن قال له طب ارفع جوزك لفوق قال له خلاص خليها شعر. واحد احول راح يوصل ابوه المطار ساب الشنطه وشال ابوه. واحد احول امه ماتت عيط على خالته. واحد احول ماشي عاكس واحده حوله في الشارع فماشي وراه بيقول لها حلوين قوي الثلاثه اللي ماشيين دول اختار اللي على اليمين ولا اللي على الشمال ولا اللي في النص يا حلو يا قمر انت يا جميل. قامت هي بص وراها قالت ايش قله الزباله اللي بيعكسوني دول. نجار وفكهاني ساكنين قصاد بعض مرات الفكهاني جوزها بيقعد يدلعها كل يوم يقول لها يا مراتي يا عينه بتقلبي يا رمانة حياتي يا برقوت قلبي من جوه. مرات النجار غارت منها قالت له يا اخوان انت عمرك ما دلعتني قال لها خلاص يا وليه بكره ادلعك. دخل على مراته تاني يوم قال لها يا مراتي يا مسمار عقلي يا فارت قلبي يا شاكوش حياتي يا منشار جيبي يا لازقه بغيره يا بنت ثانيه القرعه.